مرحبا، معكم أشرف صباح وفيديو جديد في قناتكم سيلفي سبورت. اليوم موضوعنا عن مدرب إيطالي كان المفروض بأنه يكون مدرب مؤقت، لكن اتضح بأنه أمل ميلان في العودة إلى الساحة الأوروبية. رغم مسيرته التدريبية المتواضعة إلا أنه أثبت نفسه مع البيج ميلان بقوة من ناحية نتائج وأداء. موضوعنا اليوم عن المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي. ستيفانو بيولي مدرب إيطالي متمرس في تدريب الفرق الإيطالية منذ 2003، حيث بدأ في تدريب الفرق الإيطالية في درجات متدنية، ثم بدأ مسيرته في الدوري الإيطالي الممتاز عام 2006. بدأ مسيرته مع بارما، ولكن بارما كان يعانوا، ما كانت الفترة ناجحة، كان بارما في مراكز الهبوط وتمت إقالة بيولي في نص الموسم. بعدها رجع بيولي على الدرجات الأولى بعد إقالته، ثم رجع على الدوري الإيطالي عام 2010 مع كييفو ثم باليرمو، الفريق اللي استمر فيه بيولي فقط 90 يوم ثم تمت إقالته. بعد باليرمو انتقل إلى بولونيا، ومن بعدها انتقل إلى لاتسيو، وأخيرا حقق مع أي فريق فترة ناجحة، بحيث مع لاتسيو في عام 2014 أنهى الموسم في المركز الثالث، وهي تعد أفضل نهاية للاتسيو منذ سنة 99-2000 في الدوري. النجاح هذا ما استمر وتمت إقالته بعد موسم فقط، ثم شفناه بينتقل للإنتر في عام 2016. كانت بدايته جيدة بحيث 13 مباراة كان منهم 10 انتصارات، لكن بعدها قدم سلسلة مباريات سيئة، فمثلا من 7 مباريات خسر منهم 5 مباريات، وهاي السلسلة كانت كفيلة بأنه تتم إقالته. بعدها موسمين مع فيورنتينا وكمان ما كانوا في النجاح المطلوب. فرق بيولي كانت تعتمد على الكرة الجميلة، كنا نشوف فرق بتلعب ب 4-3-3 أو 4-2-3-1 مع أفكار السيطرة على الكرة والضغط العالي. مسيرة بيولي تحولت بالكامل بعد ما تمت إقالة مدرب الميلان جيان باولو بعد 99 يوم فقط من تعيينه، وفعلا تحققت المقولة اللي بتحكي مصائب قوم عند قوم فوائده. فمصائب جيان باولو اللي من أول 7 مباريات فاز في 3 وخسر في 4، يعني هي مش مصايب بس بالنسبة لإدارة ميلان تعتبرها مصائب، تحولت إلى إقالة لجيان باولو وتعاقد مع بيولي ليكون مدرب مؤقت لنهاية السنة. مع ميلان بيولي تصدر واجهة العالم، وعاد شيء بسيط من بريق ميلان وتاريخه العظيم، انتصارات متتالية، شفنا ميلان بيعمل سلسلة 24 مباراة بدون أي خسارة، شفنا ميلان متصدر للدوري الإيطالي، وشفناه بيقدم مباريات جدا مميزة فنيا. بالكلام عن أسلوب لعب، غالبا ما ميلان بيبني الهجمة في نظام 4-2-3-1، وبحب يبلش الهجمة من الجهة اليمنى. الحركة الأولى في بناء الهجمة هو سقوط محور الفريق، وهو بالعادة بيكون بالناصر إلى عمق الملعب ليسحب ضغط الخصم عليه. في نفس الوقت بيتحرك المحور الثاني واللي هو بالعادة بيكون كيسي إلى الزاوية اليمنى أو إلى الجهة اليمنى بجانب الظهير ليفتح زوايا تمرير أكثر عند بناء الهجمة. الخصم بهالحالة عنده خيارين، يا إما يضغط على محور الفريق بالناصر في العمق الملعب أو يضغط على كيسي، فهو عنده جهتين، يا إما يغطي جهة العمق أو يغطي الجهة اليمين، وأكيد بهاي الحالة التهديد الأكبر راح يجي من العمق، فهو راح يختار إنه يغطي من العمق، فراح يكون مساحة أكبر لكيسي بإنه يطلع من الجهة اليمنى أثناء بناء الهجمة. نفس العملية بتحدث في الجهة الأخرى، فالظهير لما يمسك الكرة بيكون عنده 3 خيارات للتمرير، المحور، صانع اللعب، وأيضا الجناح بيقرب عليه للمساندة، وهذا الأساس في عملية بناء الهجمة مع فرق بيولي، وهو توفير خيارات التمرير العمودية. بمجرد صعود ميلان إلى الثلث الثاني تبدأ عملية تدوير الكرة بشكل أفقي لحد ما يكون تمريرة عمودية متاحة إلى مين؟ إلى محور الفريق في الثلث الأخير، وهو هاكان، هو لاعب الوسط الهجومي اللي دائما نظره على الأجنحة والمهاجمين لتوفير فرص متاحة للتسجيل. التمركز المنظم مهم جدا في أسلوب بيولي، بحيث كل لاعب أثناء بناء الهجمة بيكون مطلوب منه التمركز في مكان معين ومنطقة معينة في الثلث الأخير. مثلا الكرة لما تكون في أقصى اليمين بيقترب كيسي وهو المحور القريب من هاي الجهة ليوفر خيار تمرير أفقي ليكون في تدوير أسهل للكرة. أيضا الجناح بيقترب، جناح الجهة المعاكسة بيقترب للعمق ليوفر تمريرات عمودية في أنصاف المساحات، وبيضل ظهير الجهة المعاكسة في أوسع مكان في الملعب وفي عرض الملعب ليعمل توسيع كبير للمساحة اللي ممكن يهجم فيها البيج ميلان. أيضا تمركز مميز لهاكان في أنصاف المساحات، حرية كبيرة في التحرك في الثلث الأخير ليقدر يخرج من الضغط ويستلم الكرة بين خطوط الخصم. من الأمور المميزة اللي يجب ذكرها مع ميلان بيولي فنيا هو عظمة إبراهيموفيتش. أنا بحكي عن عظمة لاعب في عمر 39 سنة مقدم 11 هدف و6 أسيست في 20 مباراة الموسم الماضي. الموسم الهاد من 6 مباريات في الدوري الإيطالي سجل 10 أهداف وعمل أسيست. تأثير السلطان ما كان بس بأرقامه، بحيث عنده قيمة فنية كبيرة جدا. إذا تعرض ميلان للضغط العالي أثناء بناء اللعب بيكون عندهم حل وهو التمرير الطويل للسلطان، بحيث إبراهيموفيتش جدا مميز في استقبال الكرات العالية ومدها للفريق. سلاح الكرات الطويلة أثبت نجاحه مع الميلان، بحيث يعد الميلان أفضل فريق في الدوري الإيطالي حاليا في استغلال الكرات الطويلة، وأيضا يعد إبراهيموفيتش أفضل لاعب وأكثر لاعب يستقبل الكرات الطويلة وينجح في استقبالها ومدها للفريق. وتصدر أيضا إبرا بأكثر لاعب بيكسب الكرات الهوائية. أيضا في سقوطه للعمق بيوفر زوايا إضافية للتمرير، بيستقبل الكرة خلف خطوط الضغط، بيسحب أيضا الدفاع من مناطقه وبيعطي مساحات للأجنحة بأنه يستغلوها من خلف الدفاع. أيضا من الأسلحة الفنية اللي يجب ذكرها في ميلان بيولي هو المايسترو هاكان شانوغلو، بحيث يملك معدل أعلى صناعة فرص في الدوري الإيطالي، وأيضا قيمته الفنية جدا كبيرة بحيث دائما بيسقط للعمق أثناء عرض الفريق للضغط، بيتحرك بشكل ذكي بين الخطوط ودائما متاح لاستقبال التمريرة العمودية، بحيث تمريراته وأيضا تحركاته بتكسر الخطوط الدفاعية. بيولي بيعتمد على الهجوم من الجهة اليمنى، فمنشوف غالبا الفريق كلياته بيتوجه ككتلة واحدة إلى هاي الجهة. مع تحرك الفريق ككتلة واحدة إلى الجهة اليمنى بنشوف مساحات كثيرة على الجهة اليسرى، هاي المساحات بيستغلها أفضل استغلال أحد الأسلحة الفنية مع ميلان بيولي ثيو هرنانديز. ميلان بيسحب الخصم للجهة اليمنى بحيث بيترك أمام ثيو مساحات كثيرة اللي يستغلها في دفاع الخصم، وهذا الاشي بيعطي الفريق الميلان تنوع تكتيكي جدا مهم، بحيث إذا فشل ميلان في زيادته العددية من اليمين أو تزويد إبرا في الكرات الطويلة راح يكون عنده ثيو ومساحات أمامه في الجهة اليسرى. بحيث نجح الظهير المتميز ثيو بإثبات نفسه بتحركاته الذكية وفعاليته في الهجوم، بحيث سجل 3 أهداف وصنع 4 مع ميلان في هذا الموسم. في الحالة الدفاعية بدافع ميلان في 4-2-3-1 بتتحول إلى 4-3-2-1 إذا الخصم هجم من الأطراف. بتحول الجناح إلى لاعب وسط إضافي، وأيضا بيدخل لاعب الوسط الهجومي إلى هاي الجهة بيغلق عليه، بيغلق على حامل الكرة مسار التمرير العمودية، مع ارتفاع الجناح إلى أعلى للضغط على حامل الكرة بيسكروا عليه جميع خيارات التمرير. بيولي بيحب يضغط بشكل عالي بارتفاع الفريق كامل إلى أماكن الخصم، وايضا بيضغط عليه في مناطقه بيمنعه من بناء الهجمه، لكن المشكله هون في نوعيه اللاعبين عند بيولي، ابراهيموفيتش، ريبيتش، هاكان، لاعيبه بطيئه في الضغط العالي، فهون بيحتاج من كيسي وبن ناصر ليرتفعوا في اماكن عاليه جدا في الملعب ليطبقوا الضغط العالي. مع ارتفاعهم راح يتركوا مساحات كثيره اثناء ارتداد الخصم، لهيك شفنا ميلان بيولي بيعاني جدا في التحولات واذا الخصم قدر يطلع من الضغط العالي. ايضا هناك مشاكل دفاعيه مثل مساحات بين الخطوط، فاثناء ارتفاع قلب الدفاع ليغطي على هاي المساحه راح يترك مساحات خلفه ممكن يستغلها الخصم افضل استغلال. ميلان مع بيولي بيملك تشكيله معدل اعمارها 22 سنه و287 يوم، الاصغر في الدوري الايطالي منذ سنه 2004-2005. تشكيلتهم الاساسيه كمعدل اعمار في اوروبا اصغر تشكيله في اوروبا بعمر 24 سنه ونص، وهون الفكره ان بيولي مع اسماء شباب ضاعف من قيمتهم الفنيه وبنفس الوقت ضاعف من قيمتهم الاقتصاديه، وقدر يوصل فيهم لأماكن عالية وقدر يقدم مستوى جيد ونتائج جيدة. رجع للميلان القليل من هيبته، رجع للميلان الأمل أنه يرجع للمشاركات الأوروبية، يرجع للطريق الصحيح، ونرجع نشوف لمحات من البيج ميلان، البيج ميلان المتصدر الدوري، ميلان اللي بيفوز في ألقاب وبيحقق الإنجازات، أو على الأقل أنه يشارك في دوري أبطال أوروبا. لكن المخيف أنه بيولي مع كل فريق دربه عانى من هبوط حاد في المستوى وسلسلة خسارات كثيرة، والمشكلة أنها بتكون مفاجئة. هل يتكرر ذلك مع الميلان أم تكون الميلان محطة استثنائية في تدريب بيولي؟ بهيك بكون وصلت لنهاية الموضوع، وبدي أسمع رأيكم. برأيكم بيولي رح يكمل في الميلان؟ رح يكمل بريق الميلان؟ رح نشوف البيج ميلان بيعود إلى إنجازاته وتاريخه العظيم، ولا بيولي رح يفشل مع الميلان؟ بتمنى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، بستناكم بالكومنتات، وبيس.